بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم في جامعة الدمام، وكالة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد، كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع. حضرتنا النهاردة إن شاء الله نكمل اللي بدأناه المرة اللي فاتت. بدأنا المرة اللي فاتت في موضوع تصميم وتطوير المنتجات، وصلنا للنقطة الخامسة، اتكلمنا فيها عن سياسات تصميم وتطوير المنتجات. قلنا ان انا عندي اكتر من سياسة. السياسة الاولى كانت سياسة التبسيط، وقلنا سياسة التبسيط دي قلنا مثال عليها وهو شركة ابل، قلنا المرة اللي فاتت. قلنا شركة ابل خفضت او بتتبع تخفيض عدد أنواع المنتجات وأشكال كل منتج منهم. قلنا إن السياسة دي بينتج عنها مجموعة من المزايا، اتكلمنا بالتفصيل في هذا الموضوع المرة اللي فاتت. بعد كده اتكلمنا عن سياسة التنويع، قلنا إن هي عكس سياسة التبسيط تماما. قلنا إن سياسة التنويع هذه بتتبعها شركة سامسونج، بيعود على من يتبع سياسة التنويع مجموعة من المزايا قلناها المرة اللي فاتت. يبقى احنا قلنا في سياسات تصميم وتطوير المنتجات سياستين: سياسة التبسيط بنقلل عدد أنواع المنتجات والأشكال من كل منتج، سياسة التنويع بنزود عدد أنواع المنتجات وعدد الأشكال من كل منتج. الحقيقة السياسة الثالثة من سياسات تصميم وتطوير المنتجات هي سياسة تنميط المنتجات. طيب، إيه المقصود بسياسة تنميط المنتجات؟ توحيد مواصفات السلعة أو الخدمة من حيث الأداء وطريقة الصنع، نوعية الخامات المستخدمة في إنتاجها، ونقول مثال على الكلام ده. الحقيقة شركة أبل سنة 2007 أنتجت آيفون، حضراتكم كلكم عارفين الكلام ده. الحقيقة أبل كانت بتتبع في إنتاج آيفون في التوقيت ده سياسة تنميط المنتجات، لأنه كان موجود جهاز آيفون واحد بس، مكانش موجود أكتر من جهاز زي دلوقتي. موجود دلوقتي آيفون العادي وآيفون بلس، فكل نوع منهم في أكتر من ساعة تخزينية، يبقى موجود أكتر من نوع، شكلين، موجود عندي شكلين مش شكل واحد. وفي فترة من الفترات العام الماضي كان في أكتر من شكل، كان في آيفون سي، وأكتر من آيفون سي كان بتصنع من خامات معينة غير الخامات اللي بتصنع منها آيفون العادي. يبقى هي أيام زمان كانت بتتبع سياسة التنميط. ليه؟ لأنه تليفون آيفون كان نفس الأداء، بتصنع كل التليفونات اللي موجودة في السوق واللي بتتباع في جميع أنحاء العالم بتتصنع بنفس الطريقة وبنفس نوعية الخامات المستخدمة. دلوقتي لم تعد تتبع سياسة تنميط المنتجات. يبقى سياسة تنميط المنتجات المقصود بها توحيد مواصفات السلعة أو الخدمة من حيث الأداء وطريقة الصنع، نوعية الخامات المستخدمة في إنتاجها. طب إيه المزايا اللي أي شركة تتبع هذه السياسة سوف تقوم بتحقيقها؟ الحقيقة عندي أكتر من ميزة. الميزة الأولى هي تخفيض تكلفة التصنيع نظرا للالتزام بمواصفات ومعايير موحدة للخامات وطريقة الصنع. يبقى أول ميزة هتعود على هذه الشركة هي تخفيض تكلفة التصنيع، علشان هي ملتزمة بمواصفات محددة ومعايير موحدة للخامات وطريقة الصنع. الميزة الثانية هي تخفيض نسبة المخزون من الخامات والأجزاء المصنوعة وكذلك السلع تامة الصنع. أفكر حضراتكم بالكلام ده. لو عندي شركة بتنتج 4 منتجات بـ4 أشكال مختلفة، مفيش تنميط، الشكل ألف والشكل ب والشكل جيم والشكل تال، زي ما حضراتكم شفتم نوعية الخامات هتختلف، يعني محتاجة خامات معينة الألف، خامات معينة ل ب، خامات معينة ل ج، خامات معينة ل د. يبقى هتخزن 3 أنواع لألف و3 أنواع ل ب و3 أنواع ل ج و3 أنواع ل د. يبقى كده عدد أنواع الخامات التي سيتم تخزينها هيزيد، ونسبة المخزون من الخامات والأجزاء المصنوعة
هتزيد. طب لو شركة تانية بتتبع التمويل، هي عندها منتج ألف بس بيتم تصنيعه باستخدام 3 خامات، يبقى هتخزن 3 خامات بس. طيب تعالوا نشوف المخزون من المنتج تم الصنع. تبدأ تخزن من ألف، وهتخزن من ب، وهتخزن من جيم، وتخزن من دال، يعني هيبقى عندها 4 منتجات يتم تخزينها. طب الشركة اللي بتتبع التنميط عندها منتج واحد يتم تخزينه، يبقى إذا سياسة تنميط المنتجات تؤدي إلى تخفيض نسبة المخزون من الخامات والأجزاء المصنوعة وكذلك السلع تامة الصنع. والحقيقة الميزة دي بتقلل تكاليف التخزين بالنسبة للمنظمة. تكاليف التخزين متمثلة في التأمين عليه، متمثلة في أجور الناس اللي هتتابع المخزون، اللي هتجرده، اللي هتحافظ عليه، اللي هتحرسه، متمثلة في نسبة التلف من المخزون. حضراتكم عارفين إنه أي شيء يتم تخزينه في نسبة التلف معينة من المخزون ككل. في كل ما حجم المخزون قل، كل ما قيمة التلف قلت من هذا المخزون. الميزة الثالثة هي تيسير تدريب العمال على أداء أعمالهم. أنا هيبقى عندي منتج واحد بس، منتج واحد فقط، فهيبقى من السهل إن أنا أدرب العمالة بتاعتي إن هي تنتج المنتج ده، بعكس إن أنا لو عندي أكتر من منتج وبمواصفات مختلفة ومواد مختلفة وآلات مختلفة لتصنيعه، فعملية تدريب العمال أو العمالة هتكون أصعب لأني هدربهم على مهام متعددة. الاستفادة من الجهود البيعية بشكل أفضل. طبعا الشركة اللي هتتبع سياسة تنميط المنتجات هيبقى عندها منتج واحد بس، يبقى هتركز كل جهودها البيعية. قسم التسويق هيبقى مركز على منتج واحد، أما الشركة اللي عندها أكتر من منتج فسيتم توجيه الجهود البيعية على أكتر من منتج، وبالتالي نصيب المنتج من الجهود البيعية هيكون أقل بكتير من المنتج في حالة تنميط المنتجات. الحقيقة الميزة الخامسة هي إجراء عمليات الرقابة على الإنتاج بسهولة وبتكاليف منخفضة. لما تكون عمليات الرقابة على الإنتاج منتج واحد هتكون أفضل بكتير عن عمليات الرقابة على أكتر من منتج، وتكاليفها هتزيد. طبعا هنا أنا هراقب إنتاج منتج واحد بنوع واحد من الأجهزة بناس عندهم خبرات معينة تتناسب مع منتج واحد. أما في حالة تعدد المنتجات أنا هستعين بعدد عمالة أكبر وبأجهزة أكتر، وبالتالي التكاليف هتزيد أكتر. الحاجة اللي كنت عايز أقولها لحضراتكم في السياسة اللي فاتت هي سياسة تنميط المنتجات، ما وضحناهاش بشكل كويس، هي تخفيض تكلفة التصنيع نظرا للالتزام بمواصفات ومعايير محددة. إزاي تكلفة التصنيع بتقل؟ هدي لحضراتكم مثالين. المثال الأول، أنا لو عملت تنميط للمنتج وسألت حضرتك طالما أنا نمطت المنتج يعني شكل واحد محتاج آلات ذات غرض عام، يعني آلات غير متخصصة ولا آلات متخصصة؟ برافو عليك، وفقا للي احنا درسناه في تقدير الاحتياجات من عامل الإنتاج والعمليات أنا محتاج آلات متخصصة. ممتاز. طيب والآلات المتخصصة تكلفتها بتبقى أقل من الآلات غير المتخصصة ولا أعلى؟ تكلفتها أقل، يبقى تكلفتها أقل، يبقى أنا تنميط منتج هستعين بآلات متخصصة، وطالما هستعين بآلات متخصصة يبقى تكلفتها أقل، وطالما تكلفتها أقل يبقى إهلاك أقل، وطالما إهلاك أقل يبقى عندي التكاليف الثابتة الخاصة بالمنتج، والكلام ده هنقوله بالتفصيل بعد شوية، أقل. يبقى كده أنا قللت التكاليف الثابتة الخاصة بالمنتج، ده رقم واحد. رقم اتنين، لو قلت لحضرتك إنك رايح تشتري طن من مادة معينة، رايح تشتري 100 طن، إمتى تقدر تتفاوض مع المورد أكتر؟ وحضرتك رايح تشتري طن واحد، ولو حضرتك رايح تشتري 100 طن بالظبط، يبقى هتتفاوض اكتر وهتكون اقوى وموقفك التفاوضي اقوى لو هتشتري 100 طن. علشان حضرتك بتنتج منتج واحد يبقى كمية الخامات اللي هتشتريها لتصنيع المنتج كتير 100، يبقى موقفك التفاوضي هيكون اكتر، هتحصل على خصم كمية، يبقى تكلفة المواد ستنخفض، يبقى تكلفة المواد هيحصل لها ايه؟ هتنخفض. طب تعالى شركة كده عندها اكتر من منتج،
هتلاقي بتشتري من كل مادة خام طن طن، يبقى تكلفة المواد الخام هتزيد عندها لأن موقفها التفاوضي هيقل. يبقى نقول تاني المزايا. أول ميزة تخفيض تكلفة التصنيع نظرا للالتزام بمواصفات ومعايير موحدة للخامات وطريقة الصنع، وعرفنا ده ازاي بيأثر، هيأثر على تكلفة الآلات اللي أنا هشتريها لأن أنا هشتري آلات متخصصة. ده هيؤدي إلى أن أنا هشتري نوع واحد أو أنواع معينة من المادة الخام بكميات كبيرة، هيزود موقفي التفاوضي عند الشراء. الحاجة التانية تخفيض نسبة المخزون قلناها. الحاجة التالتة تيسير تدريب العمال على أداء أعمالهم، اتكلمنا إزاي تنميط المنتجات بيؤدي إلى تيسير تدريب العمال استفادة من الجهد البياع بشكل أفضل لأنه يتم تركيزه على منتج واحد، إجراء عملية الرقابة على الإنتاج بسهولة. الحالة السياسة الرابعة هي سياسة التخصص في الإنتاج. تقول لي تخصص، تخصص يعني يتخصص في شيء معين بالظبط. يقصد بقى تخصص المنظمة في إنتاج نوع واحد أو عدد واحد محدود من أنواع السلع أو الخدمات المنتجة. يبقى المنظمة ممكن تتخصص في منتج واحد أو في عدد محدود من المنتجات. على سبيل المثال اهو، نلاقي منظمة متخصصة بتصنع آلات في إنتاج آلات النسيج بس، يبقى شركة أو مصنع في ألمانيا بينتج بس آلات النسيج. وأعتقد حضراتكم عارفين يعني إيه نسيج، وعارفين إيه الفرق ما بين الغزل والنسيج، أعتقد قلناه قبل كده. أو شركة تانية أو منظمة تانية تتخصص في إنتاج ملابس الرجال، تقول أنا هنتج ملابس رجال بس. منظمة تانية تتخصص في إنتاج ملابس الأطفال، تقول أنا هنتج ملابس أطفال. يبقى المقصود بسياسة التخصص إني أتخصص في إنتاج نوع واحد أو عدد محدود من المنتجات. التخصص مش ممكن يقتصر على إنتاج نوع منتجات معين بس، ده ممكن تتخصص المنظمة أو تتخصص الشركة في إنتاج جزء من منتج. زي إيه؟ زي تخصص شركة في إنتاج الثلاجات، دي أنتجت منتج، وشركة تانية تتخصص في إنتاج موتورات الثلاجات، ده جزء من منتج. يبقى الشركة زادت التخصص بتاعها، مش بتنتج تلاجة كاملة، انت بتنتج موتور تلاجة وبعد كده تبيعه لمصانع التلاجات. يبقى التخصص في الإنتاج، أنا بتخصص في إنتاج نوع معين من المنتجات، أو أتخصص في إنتاج أنواع محدودة من المنتجات، أو أتخصص في إنتاج جزء من منتج معين زي ما حضراتكم شفتم. طب إيه المزايا اللي بتحققها سياسة التخصص؟ أول ميزة زيادة جودة المنتج نتيجة إتقان عملية إنتاجه. لما أنا أتخصص في حاجة واحدة بس أهي، إنتاج موتورات التلاجات، العمالة اللي عندي والمصممين و إلى آخره، كل الناس دي درجة إتقانهم لشغلهم هتزيد لأنه بيتكرر بشكل مستمر، وبالتالي قدرتهم على تطويره والإبداع فيه هتزيد، يبقى جودة المنتج في النهاية هتزيد نتيجة إتقان عملية إنتاج هذا المنتج. الحاجة التانية زيادة الإنتاجية. إنتاجية يعني إيه؟ إنتاجية يعني عدد الوحدات المنتجة في وحدة زمنية معينة. يعني إيه؟ لو قلت لحضرتك إنتاجية العامل في الساعة 100 وحدة في الساعة، ممكن الإنتاجية تكون كده 800 وحدة في اليوم لأن الراجل ده بيشتغل 8 ساعات. طب يعني ايه زيادة الإنتاجية؟ يعني إنه عدد الوحدات اللي العامل بينتجها في الوحدة الزمنية الواحدة اللي هي الساعة يزيد، بدل ما بينتج 100 في الساعة ينتج 200 في الساعة. سامع حضرتك بتقول؟ أيوه، لأنه بيكرر العمل بتاعه بشكل مستمر فقدرته على أدائه هتزيد، هيكتسب مهارات في هذا العمل أو هيتقن هذا العمل، فبدل ما بينتج الوحدة في دقيقة ينتجها أسرع، ينتجها في نص دقيقة، وبالتالي عدد الوحدات المنتجة في الساعة تزيد من 100 ل 200، وبالتالي تكلفة المنتج هتقل. ليه؟ لأنه العمل كان بينتج لي، العمل بياخد 1000 وكان بينتج لي 100 وحدة في الساعة، هياخد نفس الـ1000 وهينتج لي 200 وحدة في الساعة لأن إنتاجيته زادت. تخفيض تكاليف الإنتاج لسه قايلينها دلوقتي، زيادة الإنتاج وزيادة جودة المنتج نتيجة إتقان عملية الإنتاج ستؤدي في النهاية إلى تخفيض تكاليف الإنتاج. ليه؟
عند إتقان العاملين لإنتاج المنتج نسبة الفاقد والعادم هتقل، وبالتالي التكاليف هتقل. لما إنتاجية العمالة تزيد زي ما شفنا من شوية، يبقى تكلفة كل وحدة منتجة من العمل هتقل، يبقى تكاليف الإنتاج هتقل. الحقيقة الشركات اللي بتتبع هذه السياسة بتتعرض لمخاطر كبيرة نتيجة تأثرها بشكل كبير عند انخفاض الطلب على منتجها، وتعالوا نشوف الكلام ده ممكن يحصل إزاي. لو عندنا شركتين، شركة ألف دي شركة بتتبع سياسة التخصص في الإنتاج، بتنتج المنتج واحد. طب شركة ب لا تتبع التخصص، بتنتج منتجات كتير. احنا قلنا مثال مشابه لهذا المثال، واحد واثنين وثلاثة واربعة لحد 10 منتجات. الشركة دي بتبيع 1000 من المنتج واحد. طب الشركة دي بتبيع 1000 برضه، كل منتج من هذه المنتجات جاي منه 100. نفترض ان مبيعات المنتج ده اتأثرت بشكل كبير، مش هبيع منه حاجة، مبيعاتي ممكن تنخفض لصفر، يعني تقل ب100%، او ممكن تنخفض ب50%، يعني 500 وحدة. يبقى مبيعاتي فعلا انخفضت ب50%، انما لو مبيعات واحد ده انخفضت ب50% من 100 الى 50، يبقى المبيعات هنا تنخفض من 1000 ل 950، يعني انخفضت بس ب5%، في حين ان المبيعات انخفضت من 1000 الى 500، يعني انخفضت ب50%. يبقى الطلب انخفاضه هنا كان 50%، أدى إلى انخفاض دخل المنظمة ككل ب50%، لأنها ما عندهاش غير منتج وحيد. طب هنا عندها أكتر من منتج، فلما منتج واحد منهم انخفض ما أثرش عليها قوي، أثر عليها بنسبة 5% بس في إيراداتها. يبقى زي ما حضراتكم شفتم إنه عيب خطير في هذه السياسة أن انخفاض المبيعات يؤثر عليها بشكل كبير جدا. طيب كده احنا خلصنا النقطة الخاصة بسياسات الخاصة بتصميم وتطوير المنتجات. النقطة السادسة هي مراحل تصميم وتطوير المنتجات. لو دخلت أي مصنع كده أو أي شركة وشفت إيه هي مراحل تصميم وتطوير المنتجات، هنلاقي إن أول مرحلة اسمها استنباط الفكرة. استنباط فكرة يعني إيه؟ يعني المرحلة اللي بتتولد فيها فكرة المنتج الجديد، اللي بقدر من خلالها أولد الفكرة أو أتخيل الفكرة الخاصة بالمنتج الجديد. الحقيقة مصدر الفكر ده أو ميلاد الفكرة بيجي إما من داخل المنظمة أو من خارج المنظمة. يبقى أول مرحلة علشان نطور المنتج بتاعنا أو نقدم منتج جديد بنستنبط فكرة. الفكرة دي بتيجي إما من داخل المنظمة أو من خارج المنظمة. من داخل المنظمة ممكن يقدم أحد العاملين بالمنظمة أفكار مبتكرة لمنتجات جديدة. دي مبتكرة إن شاء الله تتعدل في التكست قبل ما ينزل لحضراتكم. يبقى ممكن أحد العاملين يقدم فكرة جديدة لمنتج. طب ممكن تيجي من خارج المنظمة إزاي؟ من خلال البيئة الخارجية للمنظمة. زي إيه؟ زي حاجات ورغبات العملاء. ممكن حاجات ورغبات العملاء تولد فكرة لمنتج جديد أو فكرة يتم من خلالها إعادة تصميم المنتج بتاعه. طب هدي لحضراتكم مثال. لو تفتكروا من حوالي 10 سنين علب الحليب كانت عاملة كده. علشان افتح علبة الحليب دي كنت بروح رافع الجزء ده كده وده يتقطع بمقص وابدأ افضي منها الحليب. الحقيقة ده كان بيعمل مشاكل، لانه استخدام الطفل لمقص ممكن يأذي ايده، ممكن يحصل جرح. دي حاجة. الحاجة التانية كانت بتبقى عملية صعبة. طب لو مفيش مقص، لازم يبقى فيه مقص عشان افتح علبة الحليب، ممكن استخدم سكينة فالسكينة تعمل مشاكل. ده كله كان بيضيع وقت. يبقى فيه رغبة عند العملاء دلوقتي ان هما لما ييجوا يفتحوا علبة الحليب دي
ما يستخدموش لا مقص ولا سكينة ولا عملية تبقى سهلة. ده أدى إلى إن الشركات عملت إيه؟ عملت علبة كده وفيها جزء بلاستيك، حضرتك بتفتحه وتنزع بس غطا هنا تتفتح علبة الحليب. بعد كده اتطورت أكتر، بقى ليها غطا زي غطا الزجاجة بالظبط، بيتفتح بيتلف. طيب احنا وصلنا للتطوير ده نتيجة ايه؟ نتيجة حاجات ورغبات العملاء. العملاء كان عندهم مشاكل في فتح علبة الحليب دي، وكانوا يشتروا ازايز، والازايز كان بيبقى سعرها اغلى، فده ادى الى انه احنا ابتكرنا شكل جديد للعبوة، طورنا المنتج بتاعنا. طب الحاجة التانية، التطور والتقدم التكنولوجي. يعني ايه تطور وتقدم تكنولوجي؟ طبعا كلنا عارفين الليزر، ده يعتبر تطور وتقدم تكنولوجي. انا ممكن اطور منتجي نتيجة تطور الليزر ازاي، او اقدم حتى منتج جديد. مصانع الالات علشان كانت بتقدم آلات علشان يتقص بيها المعادن، آلات قص معادن. الآلات دي كان حجمها بيبقى ضخم وبتاخد وقت في قص المعادن. طب الليزر تم استخدامه في هذه الآلات، هو شعاع ليزر بس بيعدي على المعدن، في أقل من دقيقة المعدن بيكون مفصول لجزئين أو تم قصه بنجاح. طب أنا الآلات بتاعتي اتطورت من الشكل القديم للشكل الجديد ليه؟ ايه مصدر هذه الفكرة للمنتج الجديد ده؟ هو كان جاي من البيئة الخارجية عن طريق التطور والتقدم التكنولوجي. فكرة منتج جديد تماما، حضراتكم عارفين طبعا انه اللي نظره ضعيف بيبقى عنده مشكلة في القرنية، دي القرنية الخاصة بالعين. الحقيقة يمكن تعديل هذه المشكلة بقطع خفيف وتعديل بسيط في القرنية، بس لا المشارط ولا أي طبيب في العالم كان يقدر يقوم بهذه العملية. مع وجود الليزر تم تصميم آلة أو اختراع آلة ممكن تقطع القرنية بشكل غاية في الدقة. كان الكلام ده ما يقدرش حد يعمله، لا بمشرط ولا طبيب يقدر يعمله، وبالتالي تم اكتشاف آلات جديدة لتصحيح الأبصار كلنا عارفينها. يبقى التطور والتقدم التكنولوجي بيؤدي إلى تطور المنتجات أو إلى تقديم منتجات جديدة أو استنباط أفكار منتجات جديدة زي ما قلنا أمثلة دلوقتي. قلنا إن استنباط الفكرة بيكون جاي من داخل المنظمة، فكرة جاية من أحد العاملين في المنظمة، أو بيكون جاي من خارج المنظمة. طيب تطوير المنتجات بيتم من خلال حاجة من ثلاثة، يعني عشان حضرتك تطور منتج، إما إنه يحصل اختراع لمنتج جديد تماما. زي إيه؟ أديسون لما اخترع المصباح الكهربائي، كانش موجود قبل كده مصباح كهربائي، أو من خلال التعديل. الاختراع يتم إجراء بحوث ودراسات علمية، وده اللي عمله أديسون فعلا، قال إن أنا غلطت 10,000 مرة، جرب 10,000 طريقة علشان يصنع من خلالها المصباح الكهربائي لحد ما وصل للمصباح اللي كلنا بنستخدمه دلوقتي، اللي تم تطويره على أكتر من مرحلة غالبا لم تكن موجودة من قبل. يبقى الاختراع بيتم من خلاله عمل دراسات وأبحاث علمية تؤدي إلى وجود منتجات جديدة لم تكن موجودة من قبل. طب التعديل، إدخال بعض التعديلات على منتج حالي. يبقى أنا ممكن أطور المنتج من خلال بعض التعديلات على منتج حالي يتناسب مع ظروف أو متغيرات جديدة في البيئة المحيطة. طيب ناخد مثال بالصور على التعديل. لو جينا نشوف كده فوق هنا، حضراتكم شايفين إن ده كرسي عادي موجود في الشارع مصنوع من الخشب. بس المشكلة إن الكرسي ده في أثناء وجود مطر زي ما حضراتكم شايفين ممكن يتبل، هياخد وقت شوية بعد المطر على ما ينشف تاني. طيب ده اختراع، ده تعديل فيها، مش اختراع قد ما هو تعديل في المنتج. حضرتك لما تعمل تويست أو تلف في الجزء ده، الجزء المبلول بينزل تحت وبيطلع جزء مش مبلول أو مفيش عليه مية. طب ما ده تعديل لمنتج أهو، أو تطوير لمنتج. يبقى التطوير اللي في المنتج اللي حضراتكم شايفينه ده ناتج عن التعديل. ده يو اس بي عادية زي ما حضراتكم شايفين، بس المشكلة إن بعض الأجهزة بيبقى فيها منفذ USB 1 أو 2،
فحضرتك لو استخدمت اليو اس بي اهو عشان تشحن موبايل مثلا او ايا كان علشان تشغل ديفايس معين، ده هيقفل فتحة اليو اس بي. طيب ما ده تعديل بسيط، راح عامل فتحة يو اس بي تانية اهي في اليو اس بي نفسه. فحضرتك لما تقفل فتحة اليو اس بي ما زال عندك فتحة تانية هتوصلها، وهكذا تفضل فتحة واحدة. يبقى فتحة واحدة تحولت إلى أكتر من فتحة من خلال تعديل بسيط في المنتج، ودي فكرة المنتج اتطور، بدأ تطوير لمنتج. ده منتج صناعي اهو، ده كونتينر. الحقيقة الكونتينر حضرتك بتشوفه على عربيات نقل كتير، بتبقى محتار يا ترى الكونتينر ده او الحاوية دي فاضية ولا مليانة، وبالتالي الحاوية علشان انقلها بتاخد مكان حاوية مليانة بالظبط. انما لو قدرت اطبقها بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، شايفين تتطبق تتحول، يبقى العربية النقل الواحدة ممكن تشتغل 10 حاويات فاضيين، في حين ان هي كانت ايام زمان تقدر تشتل حاوية واحدة بس فاضية لانها واخدة مكان كبير. ده مجرد تعديل على منتج زي ما حضراتكم شايفين، والتعديل ده ادى الى تطوير المنتج. نفس الحكاية، ده مصنع خشب عمل تعديل بسيط على السلم، بدل ما السلم سلم عادي حول كل سلمة من السلالم إلى مكان للتخزين زي ما حضراتكم شايفين. ده برضو مجرد تعديل على منتج أو تطوير. منتجات إما بيتم عن طريق الاختراع أو بيتم عن طريق التعديل، وأمثلة كتير جدا على التعديل. هو آيفون دايما بتعمل إيه؟ بتنزل شكل جديد للمنتج وبعد كده تقوم بتعديل عليه وتروح ضايف حرف اس. يبقى تعديل المنتجات أحد أساليب التطوير. يبقى أول أسلوب هو الاختراع. الاختراع إن أنا بعمل منتج جديد ما كانش موجود. طيب الحاجة التانية هي التعديل. الحاجة التالتة هي التقليد. التقليد بيكون حاجة من اتنين، إما إن أنا أقلد شركات أخرى أو منظمات أخرى، أو ده الأكثر فعالية، إن المنظمات بتسعى الى انتاج منتجات قد تم تخيلها بافلام الخيال العلمي. هنقول ايه الكلام اللي احنا بنشرحه دلوقتي؟ يعني حاجه موجوده في فيلم خيال علمي تتحول لمنتج حقيقي؟ ايوه. معظم المنتجات اللي موجوده حاليا في الاسواق كان بيتم تداولها من حوالي 15 سنه على انها خيال علمي، وهوري لحضرتك منتج دلوقتي الناس لفتره زمنيه معينه كانت بتعتبره خيال علمي، الا انه اصبح الان موجود في الأسواق. النظارة اللي حضراتكم شايفينها دي، زي ما حضراتكم شايفين دي نظارة أعتقد البعض منكم عارفها، دي نظارة قامت بإنتاجها شركة جوجل. طيب النظارة دي بيتم من خلالها أداء وظائف معينة، أو بيتم من خلالها أداء وظائف معينة. الحقيقة النظارة وفكرتها كلها جاية من أفلام الخيال العلمي. كنا نلاقي حد كده في فيلم لابس النظارة، او لابس نظارة معينة، او في جزء معين متركب في عينه بيعرض له بيانات عن الحاجات اللي بتظهر، ممكن يتواصل من خلال النظارة الى اخره. طب تعالوا نشوف. الحقيقة دي ده شخص لابس النظارة زي ما انتم شايفين، باين قدامه قايمة. النضارة بينت له درجة الحرارة بره عاملة ازاي والساعة كام، هو بياكل. جات له سلام صاحبة، عرضت من خلال النضارة، رد عليها بالصوت وبعتت الرسالة. زي ما حضراتكم شايفين، بيستخدم جي بي اس عن طريق النضارة. تقريبا ما بيستخدمش التليفون، المكالمات حتى هيعملها عن طريق النظارة، حتى عمل له روتينج دلوقتي او خريطة داخل المتجر اللي هو فيه، قال له الحاجة اللي هو عايز يشتريها فين برضه من خلال النظارة. ده حد من اصحابه النضاره، بتقول ان هو موجود على باب مش عارف فين، فجأة قبل دلوقتي زي ما حضراتكم شايفين. هيرجع يشغل جي بي اس تاني، ممكن يجي المكالمات.
فبس thanks man زي ما حضراتكم شايفين. هاي الأخصورة دلوقتي هنعمل لها شير من غير ما نستخدم دي 3. وفين النظارة مش موجودة، هو شايف دلوقتي هيجري مكالمة مع حد من أصدقائه من مكان معين. الفكرة اللي حضراتكم شفتوها مستوحاة 100% من أفلام الخيال العلمي. يبقى أول مرحلة من مراحل تصميم المنتجات كانت استنباط الفكرة، وقلنا تطوير المنتجات بيجي من حاجة من ثلاثة: إما اختراع، أو زي ما شفنا حالا من خلال التقليد، من خلال مجموعة من الصور شفناها، من خلال التعديل. المرحلة الثانية هي مرحلة التصميم المبدئي للمنتجات. بعد ما بتخيل المنتج أو بعد ما بيكون عندي فكرة زي النظارة اللي حضراتكم شفتوها، احنا تصورنا أو عملنا تصميم مبدئي للنظارة. يبقى سيتم عمل تصميم مبدئي، وهنشوف فيديو تاني دلوقتي ازاي بيتم من خلاله عمل تصميم مبدئي ثم تصميم نهائي، وبعد كده نستقر على فكرة المنتج. المفروض ان التصميم المبدئي ده يحقق التوازن ما بين مجموعة من العوامل اللي درسناها من شوية: عوامل تسويقية وعوامل انتاجية وعوامل مالية. العوامل التسويقية ايه هي حاجات ورغبات العملاء والمواصفات اللي هم عاوزينها؟ طب العوامل الانتاجية هل اقدر انفذ الكلام ده بشكل فني؟ هل في الات تقدر تنفذ؟ في عمالة تقدر تنفذ؟ هل المواد الخام المتاحة تقدر تنفذ؟ العوامل المالية هل التكاليف ستكون منخفضة ولا ارجع غير التصميم الى اخره؟ احنا هنحاول نوازن ما بين العوامل التسويقية والعوامل الانتاجية والعوامل المالية عند تحديد التصميم المبدئي للمنتج. المرحلة الثالثة والاخيرة هي التصميم النهائي للمنتجات. يتم تعديل تصميم المنتج بما يتناسب بقى مع العوامل الانتاجية والتسويقية والمالية، بحيث انه اعمل تصميم يحقق لي او يشبع لحاجات ورغبات العملاء وفقا للعوامل التسويقية. يتوفر الآلات اللي يتم من خلالها إنتاج هذا التصميم، المواد، العمالة، وفي حدود التكاليف المناسبة أو مع تخفيض التكاليف. ده فيديو بيوضح لحضراتكم التصميم، حاجة اسمها يوني بودي. مر بفكرة الأول وبعد كده تصميم مبدئي إلى أن وصل إلى تصميم نهائي. الحقيقة الفيديو باللغة العربية، أسيب حضراتكم مع الفيديو. عائلة الماك بوك برو هي في الحقيقة هندسة لافتة جدا. إنها النتيجة الحقيقية لسنوات من العمل الشاق، من الابتكار. إنها تقعد بهذا الهوس والاهتمام بكل التفاصيل. في الحقيقة أجهزة الكمبيوتر المحمولة تقليدياً مصنوعة من قطع متعددة، والمشكلة هي أنه عندما يكون لديك قطع متعددة فإنك سوف تزيد الحجم والوزن، ويمكنك أيضاً زيادة فرصة الفشل. والخطوة الكبيرة التي قمنا بها هي تبديل كل هذه القطع بقطعة واحدة فقط، وهذه القطعة الواحدة نسميها اليونيبودي. لقد اكتشفنا وسيلة لنكون قادرين على جعل جهاز الكمبيوتر المحمول أساسياً أرق وأخف وزناً وأكثر قوة، مع نوع من الدرجة في التركيب والتشطيب التي لم نحلم بها من قبل. الطريقة الوحيدة لصنع هذا الجزء هو نصنعه من قطعة واحدة من الألمنيوم. الألمنيوم هو الخيار المثالي لهذا المنتج، لأنه يوفر لنا نحافة وخفة التي نريدها في الفئة المحمولة، وأيضا يزودنا بقوة عظيمة لوزن خفيف. كان الأول بيتكلم على أنه المنتج بيتم تصنيعه من خلال مجموعة من الأجزاء. أنا بجمع الكمبيوتر المحمول ده من خلال تجميع مجموعة من الأجزاء. بقولين المجموعة من الأجزاء دي كانت بتخلي حجم المنتج بتاعنا كبير، وكانت بتخلي وزنه كمان تقيل، إلى أنه مش متين، لأنه ممكن مع أي وقعة أو صدمة الأجزاء دي تتفكك من بعضها البعض. بعد كده هو بدأ
بدأوا يفكروا في فكرة إنه ليه الأجزاء دي ما تبقاش جزء واحد. ده طبعا المطلب من العملاء أو من العوامل التسويقية. بعد كده بدأوا يفكروا بقى في العوامل الفنية، طب إيه المادة اللي ممكن نستخدمها يتم من خلالها تصنيع جزء واحد؟ طب هل المادة دي نقدر نشكل الجزء ده في وجود آلات معينة؟ طب العمالة البشرية موجودة إلى آخره. وأسيبكم مع الفيديو، إحنا كنا بس حابين نوضح إن هو شاف التصميم المبدئي وبدأ يدور بعد كده عشان يصل إلى التصميم النهائي. هل المواد متاحة؟ هل الآلات متاحة؟ هل يمكن تنفيذ الكلام ده ولا لأ؟ أسيب حضراتكم نشوف بقى هما قدروا يوصلوا إلى تصميم نهائي ولا لأ. ويوفر لنا بعض الخيارات الجميلة عند الانتهاء. بداية اليونيبودي تبدأ بكتلة صلبة من الألمنيوم، ثم من خلاله نذهب إلى عملية البثق والسحب، وبعدها يمر المنتج خلال 9 عمليات طحن منفصلة لتتحول من كتلة صلبة وصولا إلى القطعة النهائية. أجزاء مفصلة بدقة لديها جميع الميزات التي نحتاجها لتجميع ماك بوك برو الجديد. كانت لديك الخبرة الكافية للقيام بذلك القطع الآلي بشكل صحيح، يمكنك تحقيق منهج تجميع بسيط للغاية يمكنك من الحصول على ذلك بالطريقة الصحيحة في كل مرة. قطع الآلي. سمح حضراتكم، شفتم ده تصميم نهائي لأنه قدر بالفعل يحول المواصفات بتاع التصميم المبدئي إلى تصميم نهائي ومصنعه إلى آلة موجودة تتكامل ورا ورا زي بيقدر يظبط قطع الألمنيوم، ازاي بيقدر يقطعها، العمالة موجودة زي ما حضراتكم شايفين، فده يعتبر تصميم يتيح مستوى من الدقة في التطوير التنظيمي لم يسمع به تماما في مجال الصناعة. لقد كنا متعصبين جدا في طريقة الصنع والبناء في هذه المنتجات، وأعتقد أن الجهاز داخليا أكثر. لو حضراتكم لاحظتم الآلة اللي فاتت دي أحد الآلات غير المتخصصة اللي احنا شفناها، واحنا بنفرق ما بين الآلات المتخصصة وغير المتخصصة اللي كانت بتشكل المعادن، وقلنا لحضراتكم إن دي أحد الآلات اللي بتستخدمها جمالا مما هو عليه خارجيا، ونحن نعتقد أنه يشهد على اهتمامنا إننا نهتم بكل التفاصيل. شفنا ازاي في الفيديو اللي فات الشركة حددت فكرة، الفكرة دي كانت انه الكمبيوتر يبقى عبارة عن جزء واحد. بعد كده عملوا تصميم مبدئي، بعد ما عملوا تصميم مبدئي قدروا يحولوه الى تصميم نهائي. قدر يتحول تصميم نهائي امتى؟ لما عمل توافق ما بين مجموعة العوامل التسويقية، خلاص هو هيحوله لجزء واحد، والجزء الواحد ده هيخلي الكمبيوتر أمتن وأخف في الوزن وأقل في السمك وأقل في الحجم. وما بين العوامل الفنية زي ما حضراتكم شفتم، وفر الآلات ووفر الألومنيوم، اختار المادة الخام الصح وهي الألومنيوم. وما بين العوامل المالية، إن هذه التشكيلة من العوامل الفنية كانت بسعر مناسب أو لم تتعدى التكلفة المناسبة. كده احنا خلصنا مراحل تصميم وتطوير المنتجات، من استنباط الفكرة الى التصميم المبدئي الى التصميم النهائي. دلوقتي هنتكلم عن استخدام نموذج مؤشرات التكلفة والربح في تحديد تشكيلة المنتجات. قبل ما نروح لنموذج التكلفة والربح لتحديد التشكيلة، عايز اقول لحضراتكم أكتر من معلومة كتمهيد. لو عندنا شركة معينة وهي الشركة ألف، عندها 3 منتجات، منتج واحد، منتج اثنين، منتج 3. ممكن الشركة تلاقي إن المنتج واحد ده بيحقق ربح، والمنتج اتنين ده بيحقق خسارة، والمنتج 3 بيحقق ربح.
ممكن الشركة تتخذ قرار بإلغاء هذا المنتج، تلغي المنتج الخسران ده. من الواضح أمام حضراتكم إن هو منتج خسران، فممكن يكون القرار بالإلغاء فعلا، بس بعد فترة تكتشف هذه الشركة إن هذا القرار كان خطأ. ليه؟ لأن أرباح الشركة قلت. يعني أرباح الشركة ممكن تبقى قبل الإلغاء 100، طب بعد الإلغاء حضراتكم متخيلين إنه هي كانت 100 مع وجود منتج خاسر، بعد الإلغاء المفروض تزيد لأن هخصم الخسارة دي، فنقول إن هي هتزيد ل 120. الكلام ده غالبا ما بيحصلش في الحياة العملية. طب إيه اللي بيحصل في الحياة العملية؟ نلاقي إن أرباح الشركة أو المنظمة بعد الإلغاء بقت 80 بس، يعني أرباحها قلت. إزاي مع إنه ده منتج خسران؟ هنشوف دلوقتي إزاي وإحنا بنحدد 80. دي أول حاجة كنت عايز أقولها لحضراتكم، إن ممكن تكون شركة بتنتج مجموعة من المنتجات فيهم منتج خسران، فيؤدي إلغاء هذا المنتج مش إلى زيادة الربح زي ما حضراتكم متوقعين أو زي ما أي حد ممكن يكون متوقع، لأ، إلغاء المنتج الخسران يؤدي إلى نقص ربح المنظمة. الحاجة التانية، في حاجة مشهورة جدا اسمها مساهمة المنتج. يعني ايه مساهمة المنتج؟ سعر بيع المنتج بينقسم إلى 3 أجزاء. الجزء الأول هو تكاليف متغيرة. تكلفة متغيرة يعني الكرسي اللي حضرتك قاعد عليه دلوقتي وحضرتك بتسمع المحاضرة ده ممكن يكون موجود فيه قماش وخشب. إذا ما كانش موجود فيه قماش وخشب هيبقى موجود فيه جلد وخشب. المصنع اللي بيصنع الكرسي لو صنع كرسي واحد هيدفع تمن قماش وخشب وجلد 100 ريال مثلا. طب لو صنع كرسيين، سامع حضرتك بتقولي طالما الكرسي الواحد ب100 ريال يبقى أكيد الكرسيين هيتكلف 200 ريال. طب لو أنتج 3 كراسي يبقى 300 ريال وهكذا. كل ما كمية الإنتاج أو حجم الإنتاج زاد، التكاليف دهي بتاعت القماش والخشب والجلد للمصنع بتزيد. عشان كده بنسميها تكاليف متغيرة لأنها تزيد مع زيادة حجم الإنتاج. يبقى سعر بيع الوحدة لو الكرسي ده بيتباع ب 400 ريال، نلاقي منهم 100 ريال تكاليف متغيرة. النوع التاني اسمه تكاليف ثابتة. جميل. التكاليف الثابتة دي زي إيجار المصنع. إيجار المصنع، والله المصنع أنتج كرسي، أنتج 100 كرسي، أنتج 200 كرسي، هو بيدفع تكاليف ثابتة، لها مقدار معين. الجزء الأخير من سعر البيع هو الربح. يبقى سعر بيع المنتج 400 ريال، ده في تكاليف متغيرة، في تكاليف ثابتة، في ربح. وزي ما حضرتك شفت أنا ما حددتش التكاليف الثابتة قد إيه والربح قد إيه، لأنه حسب كمية الإنتاج بتتغير التكاليف الثابتة بيتغير الربح. ليه بقى؟ لو أنا هنتج كرسي، مش إيجار المصنع هيتحمل على كرسي واحد، يبقى التكاليف الثابتة ممكن تكون 10 آلاف ريال. طب لو هنتج كرسيين، يبقى إيجار المصنع هيتقسم على كرسيين، يبقى التكاليف الثابتة بقت 5 آلاف ريال. مفيش خسارة، مفيش ربح، ده فيه خسارة لأن الكرسي الواحد بيتباع ب 400. طيب يبقى عندي سعر بيع المنتج، في تكاليف متغيرة، في تكاليف ثابتة، في إيه كمان؟ في ربح أو ممكن يتحقق لي خسارة من خلال سعر البيع. الحقيقة لو طرحت سعر البيع من التكلفة المتغيرة بيتبقى حاجة اسمها مساهمة المنتج، بنسميها هامش المساهمة. يبقى مساهمة المنتج عبارة عن حاجتين بقى. ما أنا شلت من سعر البيع تكلفة متغيرة، شلت دي، يبقى باقي عندي حاجتين اتنين، تكلفة ثابتة وإيه كمان؟ تكلفة ثابتة وربح، أو ممكن ألاقي الباقي تكاليف ثابتة فقط. يبقى الجزء ده بيغطي الجزء ده من السعر اللي هو مساهمة المنتج، اللي هو سعر البيع ناقص التكلفة المتغيرة،
يعني انا شلت من سعر البيع التكلفه المتغيره اسمه مسامه المنتج. مسامه المنتج عباره عن حاجتين، تكاليف ثابته وايه كمان؟ وربح. افضل ابيع لحد ما اغطي ال 10,000 ريال التكاليف الثابته وبعد كده احقق ربح، عشان كده اسمه مساهمه المنتج في تغطيه التكاليف الثابته. يعني ايه الكلام ده؟ لان متاكد ان حضراتكم دلوقتي تهتم مني. تاني، نفترض ان انا عندي منتج سعر البيع الخاص بيه 50 ريال، التكلفة المتغيرة 20، يبقى المساهمة بتاعت المنتج كام؟ مظبوط، 50 ناقص 20 بتساوي 30. جميل. لو التكاليف الثابتة بتاعت الشركة دي 10,000، يبقى كل منتج هتبيعه ب50 هتضيف متغير 20، يتبقى كام؟ 30. يبقى انا لو بعت منتج واحد هغطي 30 من التكاليف الثابتة، طب لو بعت منتجين هغطي 60، طب لو بعت 3 هغطي 90. زي ما حضراتكم شايفين، كل ما عدد الوحدات المباعة زاد، كل ما الجزء المغطى من التكاليف الثابتة زاد لحد ما اغطي ال 10,000 وابيع منتجات جديدة احقق ارباح. عشان كده اسمه مساهمة المنتج في تغطية التكاليف الثابتة ثم تحقيق أرباح. نرجع للتمرين بتاعنا. كنت بس عايز حضراتكم تفهموا مساهمة منتج يعني ايه. مساهمة المنتج هي عبارة عن الإيراد ناقص التكاليف المتغيرة، يبقى الجزء الباقي ده بيغطي التكاليف الثابتة زائد الربح. طيب ناخد المثال ده ونشوف ازاي بنستخدم هامش المساهمة. تبلغ مبيعات شركة الشروق الصناعية 600، وقايلين لحضراتكم هنا ان ارقام المثال بالالف ريال، يبقى تبلغ مبيعات شركة الشروق الصناعية 600 من 600,000 ريال. خلينا بقى في 600 بس، على ثلاثة منتجات أساسية، المنتج س والمنتج ص والمنتج ي. يبقى شركة الشروق دي عندها ثلاث منتجات، س ص عين. طب س وص وعين ببيع منهم بكام؟ ب600. قد تبين أن أحد هذه المنتجات يحقق خسائر مما دفع الشركة إلى التفكير في اتخاذ قرار بإلغائه. يبقى في منتج من الثلاثة دول بيخسر، فإدارة الشركة من المنطقي إن هي تقول طب نلغيه، منتج خسران ده بيمثل نزيف للشركة بتاعتنا نلغيه، وذلك سيؤدي إلى انخفاض مبيعات الشركة لتصبح 360. طب جميل، قالوا إن إحنا لو لغينا المنتج الخسران مبيعاتنا هتنخفض من 600، لأن إحنا بنبيع ثلاث منتجات، إلى 360، لأنه بعد ما كنا بنبيع ثلاث منتجات هنا بقينا بنبيع منتجين بس يعني. وفيما يلي المبيعات والتكاليف والأرباح قبل الإلغاء، أدا جدول أهو، دي كلها معطيات الحل. عندي ثلاث منتجات س ص عين. المبيعات كنسبة مئوية دي 30%، يبقى س نسبته 30% من 600 دي، ص 50% من 600، طب عين 20%، طبعا لازم الإجمالي يساوي 100%. المساهمة نسبة مئوية من المبيعات 35%. يعني إيه؟ إحنا قلنا من شوية إن المساهمة دي بتغطي حاجتين، بتغطي تكاليف ثابتة وتحقق ربح. يعني 35% من 600 دي بتغطي حاجتين، تكاليف ثابتة وبعد كده ربح. طيب من المنتج صاد 25%، يعني 25% من مبيعاته، من مبيعات المنتج صاد بتغطي تكاليف ثابتة وتحقق ربح، وال 35% من مبيعات س مش من ال 600، من مبيعات س اللي هي كام في المية؟ 30% من 600، يبقى ال 35% من مبيعات س بتغطي التكاليف الثابتة ثم تحقق ربح، وده 60%. الكلام ده هيبقى واضح لحضراتكم قوي قوي واحنا بنحل بعد شوية. التكاليف الثابتة لس 48، لص 90، لعين 42. يبقى حددنا التكاليف الثابتة لكل واحد منهم. الربح أو الخسارة، المنتج س بيحقق ربح 15، منتج ص المنتج ص هو الخسران لأنه بيحقق خسارة 30، سالب 30، يعني العائد بتاعه خسارة مش ربح. المنتج عين بيحقق مكسب 30، وما يلي بيانات تقديرية للوضع بعد الإلغاء. يبقى ده الوضع قبل الإلغاء، الوضع الحالي، ثلاث منتجات س وص وعين.
طب الوضع بعد الإلغاء أهو، عندي هنا البيان والوضع بعد الإلغاء، عندي المنتج س والمنتج ع، لأن أنا كنت خلاص، هل هي خلاص صار المبيعات نسبة مئوية، س هيبقى 60% و ع 40%، خلي بالكم المبيعات هتبقى 360، المساهمة ده مساهمته هتبقى 35% وده 60% زي ما هو، التكاليف الثابتة هنا هتبقى 90، تقول لله التكاليف الثابتة بتاعت س كانت 48، أيوة بقت 90، والتكاليف الثابتة لع أهي كانت 42، دي بقت 60 بالظبط، هنشوف الكلام ده بالتفصيل ونعرف ليه الأرقام اتغيرت. المطلوب توضيح رأيك بالنسبة لقرار إلغاء المنتج الخاسر، إيه رأي حضرتك، نلغي ص ده ولا نسيبه زي ما هو؟ الحاجة التانية تفسير نقص التكاليف الثابتة بمبلغ يقل عن نصيب المنتج الخاسر، يعني إيه؟ التكاليف الثابتة هنا كانت كام؟ 48 و90 138، 138 و42 يعني 180، يعني التكاليف الثابتة كانت 180. طب هنا التكاليف الثابتة اهي 90 و60 150، يعني التكاليف الثابتة قلت ب30. طب المنتج الخسران تكاليفه الثابتة كام؟ 90، مش المفروض لغيته ال90 كلها تتلغي؟ لا، ما تلغاش غير 30 بس، مطلوب من حضرتك هنا انك تفسر ليه التكاليف قلت ب30 بس مش ب90. طيب نبدأ في الحل. أول خطوة نحسب إجمالي الربح قبل وبعد الإلغاء، ما احنا لو عرفنا إن الربح هيقل مش هنلغي، طب عرفنا إن الربح هيفضل زي ما هو أو هيزيد، لو عرفنا إن الربح هيزيد نبدأ نلغي المنتج لأن الوضع بعد الإلغاء هيكون أفضل. طب تعالوا نحل، أول حاجة هحسب إجمالي الربح قبل الإلغاء، إجمالي الربح قبل الإلغاء بيساوي مجموع أرباح المنتجات، هتساوي أدى الربح أو الخسارة للمنتجات التلاتة 15 نكتبهم هنا، والمنتج التاني سالب 30 يعني خسارة، والمنتج التالت أهو 30، 15 سالب 30 30، يبقى هتساوي 15 زائد سالب 30 زائد 30، الناتج هيساوي 15، يبقى كده احنا حسبنا إجمالي الربح قبل الإلغاء. بعد كده هحسب إجمالي الربح بعد الإلغاء، عشان أحسب إجمالي الربح بعد الإلغاء هقوم بأكتر من خطوة. أول خطوة هحسب قيمة المبيعات للمنتجات المتبقية بعد الإلغاء، ما أنا عندي منتجين بعد الإلغاء، أنا كان عندي 3 منتجات س وص و ع، لغيت ص بقى عندي س و ع، يبقى هحسب المبيعات بقى لس و ع. قيمة المبيعات بتساوي للمنتج الواحد سواء لس أو لع، المبيعات بعد الإلغاء ككل مضروبة في النسبة المئوية لمبيعات المنتج بعد الإلغاء، قيمة مبيعات المنتج س بقى هتساوي إيه؟ المبيعات ككل كام؟ أهي 360، يبقى المبيعات ككل 360. طب والمبيعات كنسبة مئوية أهي س 60% من 360، طب ع أهي 40%، 40% دي من ع، يبقى قيمة المبيعات للمنتج س هتساوي المبيعات بعد الإلغاء، أدي المبيعات بعد الإلغاء 360 في النسبة المئوية لمبيعات المنتج، أدى النسبة المئوية لمبيعات المنتج 60% هتساوي 216. طب قيمة مبيعات المنتج عين هتساوي مبيعات بعد الإلغاء 360 في النسبة المئوية لمبيعات المنتج، أدى عين النسبة المئوية لمبيعاته 40%، يبقى في 40% الناتج هيساوي 144. يبقى كده أنا أول حاجة حسبت قيمة المبيعات للمنتج. جميل، بعد كده هحسب إيه؟ هحسب قيمة المساهمة للمنتجات المتبقية
بعد الإلغاء. قيمة المساهمة اللي كنا بنتكلم عليها في البداية، بعد كده هحسب قيمة المساهمة للمنتج. قيمة المساهمة للمنتج هتساوي قيمة مبيعات المنتج اللي أنا لسه حاسبها دلوقتي، مش أنا حسبت قيمة المبيعات، هضربها في نسبة المساهمة. حاجة سهلة قوي، هتساوي قيمة مساهمة المنتج س هتساوي قيمة مبيعات س أهي 216 في نسبة مساهمة س. طب هي نسب المساهمة كام؟ أدي المساهمة أهي بعد الإلغاء، أدي س 35%، طب وعين 60%، يبقى 35% و60%، 35% و60%، 35% دي س و60% عين، يبقى 216 في نسبة المساهمة بتاعت س 35 هتساوي 75.6. عايز أفكر حضرتك حاجة، فاكر لما قلنا إن المساهمة دي بتضم حاجتين؟ بتضم التكاليف الثابتة، شرحناها في البداية خالص، وبتضم حاجة كمان اسمها الربح أو الخسارة. يبقى أنا دلوقتي حسبت قيمة المساهمة للمنتج، طب هحسب قيمة المساهمة للمنتج التاني عين، هتساوي مبيعات المنتج، أدي قيمة مبيعات المنتج عين أهي 144، يبقى 144 في نسبة مساهمة المنتج، أدي نسبة مساهمة المنتج بعد الإلغاء 60% معطى في التمرين، يبقى هتساوي 86.4. ممتاز. يبقى تاني أهو أنا عملت إيه بعد الإلغاء؟ حسبت قيمة المبيعات لكل منتج. بعد ما حسبت قيمة المبيعات لكل منتج حسبت قيمة المساهمة للمنتج. بعد كده هحسب الربح أو الخسارة للمنتجات المتبقية بعد الإلغاء، أو الربح أو الخسارة للمنتج بتساوي قيمة المساهمة للمنتج. خلي بالك إحنا كنا قايلين إن المساهمة ده إيه، عايز حضرتك تفهم ما تحفظش خطوات. قيمة المساهمة عبارة عن تكاليف ثابتة وحاجة كمان اسمها ربح أو خسارة. طب أنا عندي قيمة المساهمة عايز أعرف الربح أو الخسارة، برافو عليك، يبقى شيل التكاليف الثابتة، عشان كده الربح أو الخسارة بيساوي قيمة المساهمة ناقص التكاليف الثابتة للمنتج بعد الإلغاء، أو ربح أو خسارة المنتج س هتساوي قيمة المساهمة للمنتج، أدي قيمة مساهمة المنتج س طلعت 75.6، 75.6 ناقص التكاليف الثابتة أهي للمنتج س 90، يبقى للمنتج س 90. طب للمنتج عين 60، للمنتج عين 60 يبقى عند ربح أو خسارة المنتج س هيساوي قيمة المساهمة للمنتج أي 75.6 ناقص التكاليف الثابتة بتاعة المنتج، أدا س تكاليفه الثابتة أهي 90، يبقى ناقص 90 هتساوي سالب 14.4. المنتج اللي كان كسبان بقى خسران. طب ربح أو خسارة المنتج عين هيساوي قيمة المساهمة للمنتج 86.4 ناقص التكاليف الثابتة للمنتج أهي، أدا المنتج عين تكاليفه الثابتة 60، ناتج الكلام ده يساوي 26.4. يبقى حسبت ربح المنتج س طلع 14.4 بالسالب، يعني مش ربح ده خسارة، وربح أو خسارة المنتج عين طلع 26.4 يعني ربح. هحسب إجمالي الربح بعد الإلغاء هيساوي ربح المنتج س سالب 14.4 زائد ربح المنتج التاني عين هيساوي 26.4، الناتج هيساوي 12. بعد كده هقارن بقى إجمالي الربح قبل الإلغاء، قبل ما ألغي المنتج ص كان 15، طب إجمالي الربح بعد الإلغاء أهو 12، الربح قل ولا زاد؟ الربح قل، ده كان 15 بقى 12، يبقى ألغي ولا ملغيش؟ الربح قبل الإلغاء زي ما قلت لحضراتكم 15، والربح بعد الإلغاء 12، يبقى نجد إن الربح قبل الإلغاء أكبر، وبالتالي ما ننصحش بإلغاء المنتج. يبقى حضرتك المفروض التوصية بتاعتك تكون عدم إلغاء المنتج. آخر حاجة هنقولها في المحاضرة هي تفسير نقص التكاليف الثابتة بمبلغ يقل عن نصيب المنتج الخاسر. الحقيقة مش هنقولها النهاردة، كنت عايز أقولها النهاردة، نقولها المرة الجاية مع مراجعة سريعة في بداية المحاضرة المرة الجاية للتمرين زائد اللي أخدناه في الفصل. يبقى إحنا النهاردة
اتكلمنا في موضوع تصميم وتطوير المنتجات، قلنا فيه أكتر من نقطة. الحقيقة أول نقطة اتكلمنا فيها في تصميم وتطوير المنتجات كانت مفهوم المنتجات وأنواعها. بنفتكر مع بعض الفصل عشان مش عايزين نسيب المحاضرة قبل ما حضرتك تكون ماسك الفصل في ايديك او اللي اخدناه في الفصل في ايديك. يبقى قلنا مفهوم المنتجات وانواعها، قلنا ان انا عندي 5 انواع من المنتجات، 4 مفاهيم للمنتجات. عندي سلع، عندي خدمات، عندي افكار، عندي اماكن، عندي اشخاص. دي كانت اول نقطة. النقطة التانية اللي اتكلمنا عنها في الفصل كان مفهوم تصميم وتطوير المنتجات. عايز حضرتك تفتكر ان تصميم وتطوير المنتجات مفهومه ان انا اعمل 4 حاجات او احدد 4 حاجات. اول حاجة منهم ان انا احدد الوظائف، ان انا احدد الخصائص، احدد الاشكال. يبقى احدد ايه هي وظائف المنتج، ايه هي خصائصه، ايه هي اشكاله، احدد كيفية عمل المنتج. الحقيقة الوظائف والخصائص والاشكال والكيفية بتبقى كلها في قالب واحد علشان اشبع حاجات ورغبات العملاء. يبقى عملية تصميم وتطوير المنتجات ما هي إلا تحديد خصائص ووظائف وأشكال وكيفية عمل المنتج في قالب واحد عشان أشبه حاجات ورغبات العملاء. النقطة الثالثة اللي اتكلمنا فيها أو اتكلمنا عنها في هذا الفصل، فصل تصميم وتطوير المنتجات، كانت دوافع تصميم وتطوير المنتجات. شفنا ان اول دافع بيدفع كل الشركات او كل المنظمات الى تطوير المنتجات هو دورة حياة المنتج. الدافع الثاني كان عدم رضا العملاء. قلنا في دورة حياة المنتج لما المنتج بيوصل الى مرحلة الهبوط انا بحاول اطور المنتج. طيب الحاجة الثانية هي عدم رضا العملاء. طالما العملاء بقى عندهم عدم رضا عن المنتج انا بحاول اعيد تصميمه او اطوره من جديد. الحاجة اللي بعدها شدة المنافسة، واحنا بنشرح قلنا ان ده واقع حاليا. شركات السيارات، شركات الالكترونيات بينها منافسة كبيرة او المنافسة بينها شديدة جدا، فده بيؤدي الى اعادة تصميم وتطوير المنتجات بشكل سريع واكتر من مرة. الحاجة اللي بعدها هي المسؤولية الاجتماعية، وقلنا ان المسؤولية الاجتماعية بتفرض على الشركة تطوير المنتج، واخدنا مثال على كده هو وجود ثقب في الاوزون، وان في منتجات بتؤدي الى زيادة هذا الثقب زي منتجات التبريد، وازاي بنعالج هذه المشكلة. فده عشان نعالج المشكلة بنطور المنتج. الحاجة اللي بعد كده او الدفع اللي بعد كده كان توافر الموارد. قلنا انه عدم توافر موارد معينة زي الطاقة ادى الى اعادة تصميم المنتجات، السيارات مثلا عشان ما تستهلكش وقود اكتر. كل الشركات دلوقتي بتسعى الى تطوير السيارات تشتغل بالطاقة المتجددة او الطاقة الشمسية. بعد كده اتكلمنا عن العوامل المؤثرة على قرار تصميم وتطوير المنتجات. قلنا عندنا 3 عوامل رئيسية، عوامل تسويقية، قلنا عندنا عوامل انتاجية، وعندنا كمان عوامل مالية. عوامل تسويقية التصميم اللي عايزه او اللي محتاجه علشان اشبه حاجات ورغبات العملاء، ازاي احول التصميم ده الى مواصفات فنية، الى الات ومواد خام والى اخره، ازاي التصميم بتاعي تكاليفه تكون منخفضة، دي العوامل المالية. دي كانت النقطة الرابعة وهي العوامل المؤثرة. بعد كده اتكلمنا عن سياسات تصميم
وتطوير المنتجات، وأخذنا 4 سياسات. أول سياسة من هذه السياسات كانت سياسة التبسيط، وتفتكرهم بشركة أبل. بعد كده أخذنا سياسة التنويع، قلنا بتتبعها شركة سامسونج. أخذنا سياسة اسمها سياسة التنميط، قلنا أبل كانت بتتبعها عند طرح آيفون في سنة 2007 لأول مرة. بعد كده أخذنا سياسة التخصص في الإنتاج، وأخذنا مزايا وعيوب كل سياسة، ودي كانت النقطة الخامسة. النقطة السادسة اتكلمنا فيها عن مراحل تصميم وتطوير المنتجات، وقلنا إن أنا عندي 3 مراحل. المرحلة الأولى كانت استنباط الفكرة، المرحلة الثانية كانت التصميم المبدئي، المرحلة الأخيرة كانت التصميم النهائي للمنتج. وشفنا فيديو الخاص بيوني بادي، شفنا ازاي كان في فكرة انه الكمبيوتر كله يبقى عبارة عن قطعة واحدة، دي كانت فكرة مبدئية. بعد كده تم التوصل لعوامل فنية وعوامل مالية، تم جمع العوامل التسويقية معاها بشكل نهائي وتم التوازن بينهم. شفنا آلات، شفنا مواد خام، شفنا عمالة للوصول إلى المنتج النهائي. يبقى احنا أخدنا في هذا الفصل 6 نقط: مفهوم المنتجات وأنواعها، تصميم وتطوير المنتجات، دوافع تصميم وتطوير المنتجات، العوامل المؤثرة على قرار تصميم وتطوير المنتجات. النقطة الخامسة كانت سياسات تصميم وتطوير المنتجات. النقطة السادسة كانت مراحل تصميم وتطوير المنتجات. بعد كده أخذنا مثال عملي ما كملتوش، متعمد، علشان المرة الجاية إن شاء الله نراجعه سريعا ونكمله، علشان الناس اللي ما استوعبتوش المرة دي إن شاء الله تستوعبه بشكل واضح المرة الجاية. نشوف حضراتكم على خير في المحاضرة القادمة إن شاء الله.